إذا صام أحد صيام داود عليه السلام وصادف يوم الجمعة أو أيام العيد. أما إذا صادف يوم الجمعة فلا بأس، أما أيام العيد فلا، لا يجوز صيام أيام العيد ولا أيام التشريق. لمن يصوم صيام داود عليه الصلاة والسلام لا يصوم العيد ولا يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر وثلاث أيام التشريق اللي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، هذه لا يجوز صومها محرم. أما الجمعة فيجوز صومها إذا كان يصوم يوما يفطر يوما، إذا صادفت الأيام البيض، إذا صادف مثلا نذره أو شيء، هو ما تقصد الجمعة، ما تقصد الجمعة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام.